بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فقد وصلنا إلى المرحلة الأهم في البحث العلمي، وهي مرحلة الكتابة والتدوين. نحن الآن قد انتهينا من جمع المادة العلمية، كتبناها على أوراق، على بطاقات، على دفاتر، على غيره، مجموعة لها. في أشياء أساسية ثلاثة أريد أن أنبه إليها في هذه الخطة، في هذه المرحلة. طبعا هذه المرحلة هي الأهم في البحث. الجمع يحسنه كل أحد، وإن كان الجمع العالم يختلف عن جمع الجاهل. الآن جمعنا، قلنا سابقا وعندنا خطة البحث. الخطة الأولى كانت تصور مبدئي، يعني أنا أتصور أن أفعل هكذا، وهذا هكذا تصور للموضوع. الآن بعد البحث والقراءة، أنا قرأت أشهر وربما سنة وسنوات، الآن صار عندي تصورات جديدة، فلا بد من إعادة النظر في الخطة السابقة. الخطة الأولى كانت مبدئية، الخطة الثانية هذه ستكون يعني نهائية. هذه هي التي تثبت في أول الكتاب، الخطة الجديدة التي جاءت بعد البحث. فالآن أعيد صياغة خطة البحث. في مباحث كنت أتصور أنها مهمة، لم تكن مهمة جدا، أو في عندي شيء كنت أظن مادتها تشكل بابا فوجدتها فصلا، هذه أقلصها. أعيد النظر في هيكلية البحث، هذا الواجب الأول بعد القراءة. الأمر الثاني مهم جدا، وهو الآن نحن في مرحلة التفتيش. ذكرنا سابقا مقولة المحدثين: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. الآن أنت كتبت في الجمع، فأنت في مرحلة التقميش، تجمع كل شيء، كل ما تتصور أنه مفيد. الآن في مرحلة التفتيش. ما معنى مرحلة التفتيش؟ معناها انتخاب حقيقي، وأن لا أثبت في بحثي إلا ما هو مناسب ومهم. أحيانا خاصة الباحث الذي أمضى في البحث سنة أو سنتين وقد جمع مادة علمية كثيرة، يهون عليه أن يتركها. كيف أنا لا أستخدم هذه المادة؟ ينتبه ويحذر أشد الحذر، لأن الإصبع السادسة نقص. الإصبع السادسة نقص، هي خمسة، الكمال خمسة، الأربعة نقص، والستة أيضا نقص. فإذا ما زدت شيئا لا تحتاجه يكون معيبا. وانتبه إلى أمر، أنك الآن في هذا، خاصة في هذا الزمان، في جهل كبير عند الناس. وإذا ما يعني دخلت في قضية هامشية لا علاقة لها بالموضوع، ستجد أناس يتمسكون بها ويتركون الأصل. لذلك لا أذكر في بحثي وفي كتابتي إلا ما هو مهم. الآن أنا في مرحلة التفتيش. قلت الجمع يحسنه كل أحد، وإن كان يختلف من شخص إلى شخص. كل الناس يجمعون، يذهبون الحطب يحتضبون، ولكن الذي يختار الأخشاب الجيدة هذا الإنسان يعني يحسن صنعته. طبعا اختيار العالم ليس اختيار الجهل، واختيار العالم، العالم أحسن من الأقل علما، وطريقة التناول مختلفة. نص يقرأه إنسان فيفهم منه شيئا، يقرأه إنسان آخر فيفهم منه أشياء، والعالم الكبير يستطيع أن يستثمره. المصريون عندهم مثل يقولون عن شخص، يقول: يعمل من الفسيخ شربات، يعمل من الفسيخ شربات. سأشرحه هذا. الفسيخ يعني هو طعام، يعني وربما بعض إخواننا المصريين يتابعون، يعني طعام لا نستسيغه ولا نستطيع أن نأكله أبدا أبدا. تعرفون ما هو السيغ؟ له كتاب اسمه الفسيخ في عين من أحل الفسيخ، هو مختلف فيه بين الحل والحرمة. الفسيخ ما هو؟ السمك، سمك نيئ يدفن في الأرض ضمن أوعية خاصة، يوضع معه كميات من الملح لكنه لا ينظف،
أو ينظف بشكل طريقة شكلية يعني ليست يعني هكذا، ويكمر في داخل الأرض، يبقى هكذا سنة سنتين ثلاث، ما شاء الله يبقى. هم يتصورون أنه لم يعد يعني يعني لم يعد فيه جراثيم. حقيقة لم يعد فيه جراثيم، ماتت جميعا. لماذا؟ لأن الملح الشديد يقتلها، الملح الشديد يقتلها. ولكن طبعا خارج عن موضوع الدرس هذه، هذه البكتيريا قبل أن تموت حينما جاء الملح، إذا يوجد فراغ بسيط أو هواء بسيط موجود تتنفس تعيش فترة ثم تموت بسبب ملح، الملح الشديد يقتلها. ما الذي يحصل؟ تفرز سموما، مفرزات فضلات منها، هذه سموم قاتلة، فربما يقتل من أجل السموم وليس من أجل البكتيريا. فيقول يعمل من الفسيخ، هذا هو الفسيخ، وهو وجبة يأكلها المصريون في يوم معين من السنة يسمونه شم النسيم، لعله يوم الزينة المذكور في القرآن، أوعدكم يوم الزينة وعيد فرعوني قديم. وهيرودوت ذكره، هيرودوت هذا المؤرخ الروماني ذكر أن المصريين يأكلون سمكا نيئا هكذا في أيام معينة، في يوم معين من السنة. هذا الفسيخ. الشربات ما هي؟ هي نوع من العصير يقدم في الأفراح في العرس، ويكون هذا حسن الرائحة طيبا كذا. فعندما يقول فلان يعمل من الفسيخ شربات، يعني يستطيع أن يستثمر كل ما يرى، هذا هو العالم الذي نريده، يستطيع أن يستفيد كل شيء، عنده دقة ملاحظة، قرأ بحث جمع كمية هائلة. الآن يكون هناك انتخاب ضمن هذا الجمع، يعود إلى فرزه مرة ثانية، صنفه على حسب الخطة الجديدة. الآن بدأ في الكتابة، لابد أن يعلم أنه ليس كل ما رآه وليس كل ما قرأه وليس كل ما جمعه يصلح لأن يضعه في كتابه. العالم الجيد، الكاتب الجيد، هو الذي يقرأ 1000 صفحة ليكتب 10 صفحات، لأن هذه الكتابة ستكون مركزة جدا وستكون علمية. العبرة ليست بالكم، العبرة بالكيف. الأمر الثالث الذي ننبه إليه في هذه المرحلة، ولا سيما للإخوة الذين يكتبون لأبحاث جامعية أو أي بحث، لابد من ظهور الشخصية. ما معنى ظهور الشخصية؟ يعني لابد أن أكون حاضرا في كل نص. وجدت كلاما فاسدا لابد أن أرد، وجدت كلاما حسنا لابد أن أستنبط منه وأعلق عليه. هذا هو الميزان الأهم لتقييم البحث، من كان حاضر الشخصية، ليس مجرد ناقل. ولذلك الناقل يسمونه جماع، وهذا عيب إذا ما انفرزوا المحققين المؤلفين، فعندهم يقول هذا جماع وهذا محقق وهذا مدقق. فالجماع ما هو؟ الذي يجمع كل شيء، كل شيء يرى ثم يؤلف كتبا، كتب كثيرة جماع. قد يكون جمعه كحاطب الليل، وذكرنا حاطب الليل في الدرس الماضي. لا نريد أن نكون مجرد جماعين، لابد أن يكون عندنا انتخاب طبيعي، لابد أن يكون عندنا حسن فرز لهذه المادة، لابد يكون عندنا حسن استثمار لهذه المادة التي جمعناها. بدأنا وبالله التوفيق بالكتابة. في أشياء مهمة عليك أن تقوم بها في كل باب في كل فصل، لابد أن تمهد له بتمهيد يسير، لا أعني تمهيدا طويلا، التمهيد الطويل عيب. أنت الآن البيوت حينما تدخل إليها ليس الباب ملتصق بالشقة في الخارج هكذا، لابد من مقدمة هكذا مدخل، فالمدخل هذا يؤنس الداخل. تصور أن البيوت تدخل مباشرة إلى الغرف، هذا لا يكون كذلك. هذا الشيء لابد من تمييز. أنت جمعنا المادة العلمية، هذا مثل المهندس، مهندس البناء، مهندس البناء لاحظ الأبنية تختلف، كل بناء يختلف عن الثاني، والمواد واحدة، المواد واحدة، اللبن، الملاط، هذا السمنت، هذا شبينتو، ملاط اسمه بالعربية، مادة التي يعني تلصق هذه الأشياء.
حتى جوس فارسي، يبدو العرب من قديم الزمان ما عندهم غير الطين يعني، الجوس ايضا فارسي، لانه في العربيه لا يوجد جيم وصاد في كلمه واحده، لا يجتمع في كلمه واحده. فهذا الملاط واحد، اللبن واحد، كل المواد موجوده، موجوده عند هذا البناء وعند هذا البناء، هذا يخرج بناء تحفه والثاني بنفس المواد وربما بتكلفه اكثر يخرج بناء ليس جيدا. فالعمل هو في هنا ليس في الجمع، جمعت الماده، العمل هنا جمعت، بدات تكتب، اول شيء اول عمل منطقي تفعله ماذا؟ هو تمهد لكل ما تدخل، تعد ولو تعريف يسير. الان سنتناول القضيه الفلانيه، والقضيه الفلانيه لها ابعاد معينه. يستحسن ايضا اذا كانت القضيه تاريخيه او مرت في مراحل تاريخيه او حصل لها تصورات في القرون ان تاتي بلمحه تاريخيه. انت الان تتكلم عن اصول الفقه، تريد ان تكتب في موضوع الاصول او في مقاصد الشريعه مثلا، هذا مر بمراحل، عندنا مرحله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحله يعني الملكه، يعطي الناس ملكه، يدربهم تدريبا عمليا علميا، لا يوجد تدوين الا في النصوص، في القواعد العلميه لا يوجد تدوين، ما في كتب في عصر النبي عليه الصلاه والسلام، في كتاب والسنه فقط. مر بمرحله ثانيه، العلوم صارت ملكات راسخه، العلوم كانت مختلطه بعضها ببعض، حصل توسع في الدوله الاسلاميه، حصل نزاع في فهم النص، تاتي بهذا، تكتب لمحه تاريخ عن اي شيء، تمهد بشيء تاريخي، هذا يعطي الباحث انطباعا يريحه، لانه يعني يبدا بتصور الموضوع تصورا كاملا، فلا بد من التمهيد، قد يكون تمهيد تاريخي، قد يكون جغرافي، كيف جغرافي؟ أنت تتكلم عن بلد، أو تتكلم عن عالم من العلماء عاش في بلد، طبيعة هذا البلد السياسية والجغرافية والتاريخية مهمة جدا. أنت تتكلم عن مثلا جلال الدين الرومي، رجل عاش في تركيا في عصر معين، كيف كان يعيش الأتراك في ذلك الزمان؟ كيف كانت قبائل الترك؟ هل كانت دولة موحدة؟ لم تكن هكذا؟ هذه أشياء يعني عليك أن تنتبه إليها جيدا. التمهيد لا بد منه. بس ما دام ذكرنا الموضوع الجغرافي أذكر شيئا يخطئ فيه كثير من الباحثين. مجرد ما مر مع بلد يقول راجع معجم البلدان لياقوت الحموي، ايش يقول معجم البلدان؟ تغير وحصل اشكال والوان بعد ذلك. تعود الى معجم البلدان لا تجد شيئا في الموضوع او تجد شيئا مختلفا تماما. عليك ان تكون يقظا. هذه التي البلاد التي نعطي فيها الدرس هذه الان اسمه ارز روم. كان زمان اسمه اردن روم. قبل ذلك اسمه قاريقلة. تعود الى معجم البلدان يقول لك قاريقلة، وهذه كثيرة في الكتب قاريقلة. فإذا لابد أن تعرف ليس فقط في المعاجم القديمة، الآن كتب يسمون الأطلس في مصورات جديدة مع الصور، شاعت باسم الأطلس، كل مدينة كل دولة لها أطلس، ها يعطيك مع الصور هذه المدينة كان اسمها، هذا شيء جيد. فكن يقظا، كن متنبها، مهد تمهيدا منطقيا مناسبا لما ستتكلم عنه. بعد التمهيد عليك بمراعاة الترتيب المنطقي حينما تنتقل من باب إلى باب، من فصل إلى فصل. كل الأشياء هذه أخذناها ضمنا من القرآن الكريم. علم البلاغة كاملا نشأ على القرآن الكريم. أخذنا براعة الاستهلال من القرآن الكريم، أخذنا حسن التخلص من القرآن الكريم، أخذنا كل شيء، الترشيح، التجريد، مصطلحات البلاغة هذه كلها مأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن علم البلاغة نشأ لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، القرآن في هذا الشيء. القرآن
يتدرج تدرجا منطقيا. لاحظ في الفاتحة براءة الاستهلال، فذكر فيها مقاصد الكتاب كاملة، كل مقاصد القرآن مذكورة في الفاتحة: توحيد الله، صفات الله، الرحمن الرحيم، مثلا العبادة، عبادات إياك نعبد، التصوف، إياك نستعين، قصص أهل الكتاب والأمم السابقة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قصة أولياء والصالحين، صراط الذين أنعمت عليهم. القرآن كله مختصر في الفاتحة. تنتقل من الفاتحة إلى البقرة، تجد البقرة بدأت بماذا؟ ذلك الكتاب هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين سبق ذكرهم في قوله تعالى: الذين أنعمت عليهم. ثم تكلم عن الكافرين والمنافقين، هؤلاء داخلون في المغضوب عليهم والضالين من أصناف الكفرة. هناك ترتيب منطقي في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا يعرف العالم. أنت في الكتابة عليك أن تربط المباحث بعضها ببعض، لا بد أن تكون مترابطة، لا تكون هكذا كل بحث أجنبي عن الآخر. ليس هذا مستحسنا. ولذلك كثير من الناس لا يعرف. كنا في بلاد الشام في كتاب اسمه القومية، هذا ترجمة حرفية من كتب سوفيتية وروسية، تجد كلام المفكر. طلاب عدا الكذب الموجود في هذا الكتاب يرون أنها نشاز يصعب حفظها، يصعب فهمها. لماذا؟ بسبب التفكك، يأتي من كل فقرة من مكان، لا يوجد ترابط منطقي بين هذا وهذا، لأنه مترجم من اللغة السوفيتية الروسية إلى اللغة العربية، ترجمة حرفية، ثم ذبحت على شريعة البعث مثلا. يعني هذا مثال خارج عن الموضوع. تفكك كثير هذا عند الكاتبين، أنت لا تستطيع أن تقرأ له، لا تستطيع أن إذا انتهيت من فصل تجد نفسك هكذا تريد أن تتخلص من الكتاب بأي طريقة. ليس عنده هذه الأشياء. ألا يسلمك من بحث إلى بحث، ترى تسلسلا تاريخيا، ترى تسلسلا منطقيا، ترى تسلسلا علميا هكذا. فلا بد من مراعاة هذا. كذلك في البدايات قدم بالأسئلة، تساؤلات: ماذا لو كذا كذا كذا، فماذا لو حصل كذا وكذا، ما هي الاحتمالات الواردة في هذا الموضوع. يعني أكثر من التساؤلات، هذه تثير فضول القارئ فيستعد لما يلقى إليه، ينتبه. أنت لا شو وقته، هذا اسمه عنصر التشويق. افترض عدة فرضيات، اذكر ماذا لو حصل كذا، ماذا لو حصل كذا وكذا. الآن عندنا شبهة كبيرة جاءت مع الحداثيين، يقولون مثلا علم أصول الفقه لا نحتاجه. لماذا؟ يتصور المساكين هؤلاء بسبب جهلهم في الدين أن هذا كتبه الشافعي أو غير الشافعي أو محمد بن الحسن أو غيره، وأن هذا كتب لعصر آخر، يعني كأنه نظرية كتبها الشافعي أو كتبها الإمام محمد أو الإمام أبو يوسف، مجرد نظرية. لا يفهمون، يقيس على ما عنده. خطأ، ليس هذا هو الأمر، ليس هذا هو الأمر. فأنت تثير تساؤلات في معالجة هذه القضية: يا ترى هل أصول الفقه مجرد نظرية أتى بها شخص الشافعي أو غيره، وهل هو مجرد آراء لعلماء قيلت في عصر سابق، أم هي منهجية مأخوذة من الوحي بشكل مباشر، وأن الاجتهادات فيها في فروعها ليس في أصولها. لا خلاف بين الأصوليين أن أمر الرسول يجب اتباعه، لم يأخذه من كلام الشافعي هذا، ولو قال الشافعي ولا يستطيع الشافعي أن يقول غيره، ولا يستطيع غير الشافعي أن يقول غير هذا الكلام. أن كلمة اجتنبوه تفيد التحريم، لم يأخذ لا، ولذلك لم يخلف فيها لا شافعي ولا حنفي ولا مالكي ولا حنبلي. لماذا؟ لأن هناك أشياء هي اجتهادات بشرية للشافعي، نعم، ولذلك لم يسلم له العلماء بها، رد عليه الحنفية ورد عليه المالكية ورد عليه، لأن اجتهاد بشرية. أما القضايا القطعية لم يختلفوا، لذلك سلموا له بها. أن الأمر للوجوب، أن المطلق يجي على إطلاقه، أن التخصيص
بدون مخصص هذا باطل، لا يجوز. في أشياء كثيرة مأخوذة من العقل، فأنت تثير تساؤلات في هذا، لابد أن تقدم تساؤلات. ومن ضمن التساؤلات شبهات الخصوم، وتعامل معها بطريقة موضوعية، لا تبدأ بالشتم المراد وكذا، لا، على مهل. لنفرض أنهم أصابوا في هذا الأمر، ما الذي ينبني على هذا؟ وهل وجهتهم صائبة في هذا؟ هذا ما سنبينه. فأنت أكثر من التساؤلات، كل ما أكثرت من التساؤلات في البداية، طبعا بدون إفراط وتفريط، إنما هكذا تعطي شيء تثير فضول الباحث. هنا قضية مهمة جدا ونصيحة مهمة جدا، الحذر الحذر من نقل نص لا تفهمه، سواء كنت في الكتاب مؤلفا أو كنت في الدرس. مشكلة كبيرة هذه يقع فيها الأستاذ وهو لا يشعر. لا طبعا في الدرس لا تخرج من تعطيل شيء طبيعي. وأيضا قضية اسهر ليلك ونهارك فيها، وشاور العلماء، ذاكر الأقران، اتصل بمن هو أعلم منك، إياك ثم إياك أن تنقل نصا لا تفهمه. لماذا؟ لأنك سيكون نشازا عن الموضوع أولا، ثانيا قد تستثمر منه أشياء لا ينطق بها النص، فتكون قولته ما لم يقل، وهذا حال كثير من الناس الآن، حال كثير من الناس. لذلك حتى لو شككت أو كانت العبارة قلقة ولم تطمئن إليها 100%، لا بأس أن تسأل، عد إلى كتاب آخر، عد إلى شرح آخر، عد إلى أصول هذه القضية. ماذا قال ستجد أحيانا تغيير الكلمة وذكر عبارة مرادفة تحل الإشكال. لذلك لا تتعجب في نقل النصوص، عليك أن تكون فاهما له 100%. أيضا هناك قضية مهمة جدا يجب أن تأخذها بعين الاعتبار، وهذا يقع فيه كثير من الناس، واحد اسمه ابن تيمية سمعين فيه، هذا ورانا في كل مكان، نقل نصا في كتابه تلبيس الجهمية، يعني بالجهمية أهل السنة، نحن جهمية عنده كفار يعني، من الجهمية؟ نحن جهمية. تلبيسنا ماذا؟ أننا يعني هكذا نرفض الأشياء التي هو يسميها صفات. نقل فيها نصا أن هذا رؤية، طبعا حديث ضعيف جدا أو موضوع، فيها ما يفيد أن الله جل جلاله له صورة وهيئة، وأنه أمرت ليس له لحية. ولذلك عند مجسم رواية أن الله أمرت، أبو يعلى يقول سلوني ما شئتم عن ربكم وعفوني عن الفرج واللحية. هذه لم ترد، اللحية لم ترد والفرج لم يرد، أما باقي ما تبقى هذا سلوني ما شئتم عن ربكم. لماذا؟ حديث الصورة محكما، إن الله خلق آدم على صورته، وهو هذا متشابه غاية التشابه، جعله محكما، فحينما جعله مش صار يفصل على هذا، يقال إنه تاب في آخر حياته، يقال أبو يعلى بالذات هذا. وهذا أقرأ كتابا ماتعا جدا في الرد على مثل هذه البلاوي، كتاب دفع شبهة التشبيه بأكون في أهل التنزيه للإمام ابن الجوزي، أحسن من كتب في هذا لأنه حنبلي ومن داخل المدرسة، دفع شبهة التشبيه بأكون في أهل التنزيه، وبين أن هذا التنزيه ليس مذهب الأشعرية، أن مذهب الحنابلة ومذهب أحمد نفسه رضي الله عنه. وحتى قال عن هذا أبو يعلى، قال لقد شان المذهب شينا لا يغسله ماء البحار. أنا أذكر عبارة ملطفة جدا ولم يقلها بهذه الطريقة، قال لقد فعل كذا على المذهب بما لا يغسله ماء البحار. هذا الرجل يأتي بنص أن الله هكذا أمرت، وشاب ويركب حمارا وعليه جبة خضراء وله نعلان من ذهب، فإذا ما زحمت هؤلاء يقول يا أخي هذا يذكر رؤيا حديثا، طيب لماذا لا يعلق عليه، لا يعقب عليه؟ أي نص تنقله أيها الباحث فاعلم أنك مسؤول عنه. لا يكفي أن تقول هذا أنا مجرد ناقل بدون تعليق، إذا أنت مثبت، إذا أنت مقر. هذا معناه في البحث العلمي، في البحث العلمي نص ينقل معناه أنا أتبنى هذا النص وإلا لما نقلته.
لابد من التعقيب سلبا أو إيجابا، لابد من التنبيه إذا في فوائد أن أتي بها، إذا في رد أرد عليه، لابد أن يكون يقظا ومتنبها لكل نص أنقله. فهذا فقد صار رأيك هذا، مجرد ذكرك ونقلك لنص معين هذا صار مذهبا لك. قضية أخرى وانتبهوا إليها في الرد، وهذه مذكورة في كتب البحث والمناظرة، ونحن أحيانا نأتي بأشياء للفوائد قد لا تذكر في كتب البحث العلمي لكن لا بد منها. عليك أن تتدرج في الرد على المخالف وفي مناقشة الأقوال. إذا كان عندك أدلة لا تبدأ بالدليل الأقوى، لأن الذي بعده سيضيع. ابدأ بأضعف الأدلة في نظرك، ابدأ بالأخف أو بالأضعف دلالة وناقش. وما تعرفه من افتراضات حول هذا الموضوع افترضها قبل أن يفترضها غيرك. تعلم من الحديث ضعيف، قل وهذا الحديث ضعيف ولكنه في مسألة هذه في فضائل الأعمال فهو محتج به في هذا كما هو مذهب الجمهور، وضع هذا في الحاشية. ابدأ بالأضعف دلالة، لأنك إذا سكت سيأتي إنسان ويستغل هذا الأمر ويشنع ويشهر. تبدأ بالأضعف دلالة ثم تتدرج إلى الأقوى، ثم الأقوى، أقوى شيء جعله في الآخر. ولذلك لاحظ علماءنا حينما كانوا يفهمون هذا، البيضاوي مثلا، شيخ الإسلام أبو السعود، النسفي، المفسرون الكبار هؤلاء، حينما يعالجون القرآن كانوا منتبهين يقظين جدا جدا. لذلك إذا ما ورد شيء يخالف هذا الأمر يقول لابد له من علة. لماذا بدأ القرآن بالأقوى دلالة وترك الأضعف؟ قد يفعل القرآن شيء من هذا، يقول العلة الفلانية للمناسبة الفلانية لأن هذا كذا وكذا. فيرون، وهذا قيل في القرآن، ما لو عدل القرآن عن سنن هذا الشيء يرونه يحتاج إلى تسويغ، لماذا حصل هذا؟ فالأصل أن تبدأ بالأقل دلالة ثم الأقوى ثم الأقوى، وتجعل الأقوى أقوى الأشياء تجعله في الآخر. فهذا أيضا يستجر القارئ، يجره إلى أشياء. نظر أولا لم يقتنع، اقتنع بنسبة 60%. إذا قرأ الدليل الثاني وهو أقوى من الأول اقتنع بنسبة 80%. رأى الدليل الأخير كان الثالث الأثافي، قضت على الخصم بالكلية. فأنت افعل هذا. ما هي الأثافي؟ تعرفوها؟ ما هي الثالث في الأثافي؟ القدر طنجرة يعني في تركي، بيوك هنجرة كبيرة. القدر يوضع له حجارات حتى يوقد عليها، ترتفع فيها على الأرض، تجعل مكان الحطب، يمر الهواء من تحتها فيكون هذا الأكسجين يعطي حركة القدر. فهذا مثل عندهم، كل واحدة من هذه اسمه أثافي، ثلاثة أثفات، واحدة أثفية أثفات أثفية ولا أثفات أثافية ثافية سفعا في معرس مرجل. فهذه الأثافي ثلاثة، أثفية 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 أثافي أثفية، عودوا إليه بالقاموس أحسن، لا يحيط باللغة إلا نبي. فهذه الأثافي هذا مثل قديم، أخذ واحدة فضرب بها الخصم، ثانية يعني سقط، الثالثة قضى عليه. فذلك يقال في المثل رماه بثالثة الأثافي، رماه بثالثة الأثافي يعني قضى عليه. نعم، أيضا هناك أمر آخر مهم جدا في أوقات الفراغ، في أوقات انقطاع السيولة الفكرية، أنت تكتب مدام هكذا في فتح الله سبحانه وتعالى، اكتب يأتيك حاجات ساعات فتور. في ساعات الفتور راجع ما سبق وأعد النظر مرة
مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات، ستجد نفسك دائما تجد ثغرات، تجد أشياء تحتاج إلى تمكين. أنت في هذه وجدت شيئا ناقصا أو قلقا، ضع إشارة، قل هذا هكذا كنت أفعل ويفعل غيري، كنت أفعل. هذه المسألة تحتاج إلى مزيد إيضاح. الآن في الكمبيوتر أشتعل بالأحمر، حط ملاحظة، ضع ملاحظة أنها تحتاج إلى يعني عناية أكثر، تحتاج إلى تمكين. هذا في أوقات الفراغ. أما إذا كان سير الأفكار موجودا، استمر وأجل المراجعة للآخر. ذكروا في ترجمة شيخ الشيخ ابن النفيس الدمشقي، تعرفونه؟ سمعتم به؟ ابن النفيس الدمشقي هذا من كبار علماء الشافعية، وهو أشعري أصولي، فقيه شافعي، ومن كبار أطباء العالم. هو الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى. الدورة الدموية، هو أول طبيب في العالم يتكلم في الدورة الدموية الصغرى، دورة الدم في جسد الإنسان. هذا الرجل ابن النفيس ذكروا في ترجمته أنه يضع عنده أقلام وأحبار وأشياء كذا، يضع رأسه في الحائط في الجدار ويبدأ يكتب حتى ينتهك الرأس، يضعه جانبا، ففتح من الله سبحانه وتعالى. فإذا جاءت سيولة الأفكار اكتب، إذا انقطعت استغل ساعات النصائح، استغل ساعات النشاط. ساعات النشاط يأتيك هكذا، لذلك الإنسان لا يكون على وتيرة واحدة، تأتي ساعات مد وساعات جزر. ساعات مد استغلها، هناك فتح في عمل، في راحة، في نشاط، اكتب. في وقت الفطور راجع ما سبق، يعني أدم وأدمن المراجعة. قضية أخرى ركز عليها دائما من أول العمل، عليك اعتماد الأساليب البرهانية. الأساليب ثلاثة، نبدأ من أدنى إلى الأعلى. أدناها الأسلوب الخطابي الذي يستخدمه الخطباء في المساجد، الذي يستخدمه الشيوخ في الوعظ. هذا تبتعد عنه تماما في العمل العلمي تماما، هذا عيب محض. تترقى قليلا، يسمونه الأسلوب الإقناعي، قائم على مسلمات لكنها ليست برهانية، يعني فيما بين، لكنه أعلى من الخطابي. فيسمونه أحيانا إقناعي، يقول اقتنع به الخصم عن كلفة الجدل، لا يبحث في أدلة برهانية. هذا يسمونه ماذا؟ إقناعي، ليس عن خصم، عن كلفة الجدل، عن كلفة البرهان. دليل إقناعي وسط في مسلمات بيننا نرجع إليها، لكنها ليست عقلية قوية. يسمونه الأسلوب الجدلي أو الأسلوب الإقناعي. الأسلوب الثالث وهو الأسلوب البرهاني، القائم على الحجج العقلية، القائم على الأدلة القوية، لذلك يسمونه برهاني. الشعر من أيها؟ من الأسلوب الأول اللي هو الخطابي. لذلك يجب أن تقل من الشعر إلا كالزينة. الزينة وأهل الأذواق زينته لطيفة، ليست هكذا، يعني تجد هذه مثلا يعني بعض النساء لا تحسن تزيين نفسها، فتدهن نفسها بهذه الأشياء. هذا ما يعني يضحك الإنسان، لا يراها جميلة، يراها مصنوعة صناعة. لكن الذكية في هذا ماذا؟ تجعله يعني يظهر كأنه طبيعي، يكون قليلا، هذه الزينة. تجعل هذا الأمر مثل الزينة الطبيعية، يعني شيء قليل، وأحسن استخدامه، أحسن استخدامه. ويستحسن إذا كان يعني جاء في مجاله وفي سياقه، وكنت مقلا فيه، في الخطاب أكثر من الشعر. يعني أذكر في كتابي معايير القبول، سبحان الله، حينما تعرضت لمسألة النظم والسياق، نظم يعني كلمات القرآن، معادة أن يقول لفظ، لكن أدبا مع القرآن لا ينبغي أن نستخدمها، لكن لفظ يلفظ يعني ترك يتركه، لذلك يقول نظم القرآن. فنظم القرآن وسياقه،
وجدنا سبحان الله أن النظم له معنى وأن السياق له معنى، وقد يكون بينهما اختلاف لكن ليس تنافر، بينهما اختلاف لكن ليس تنافر. قوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، لفظ الكلمات يدل على شيء، وهو أنك أن تأتي الشيء من وجهه. تدخل مدرسة مؤسسة تعرف تكلم من، فأتوا البيوت من أبوابها. سياق الآيات يتحدث عن الباب الحقيقي، لأن بعض العرب إذا عاد من الحج كان يتسلق من الجدار فيدخل، فلاحظنا سبب النزول يعطي شيء، السياق يعطي شيء، سبب النزول مع السياق، النظم شيء والسياق شيء. طب هذا فائدة وهذه فائدة، لكن لا تنافر بينهما، يمكن أن تأخذ بهذه وهذه. سبحان الله، هنا لم أجد أجمل من بيت البوصيري رحمه الله يمثل هذه الحالة. قال إيش؟ فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. فأثبته وإن كان البحث علمي برهاني ليس بحثا خطابيا. دعني ووصف آيات له ظهرت ظهور نال القرى ليلا على علمي. فيصف القرآن فيقول ماذا؟ فالدر در انجلار انجلار فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. فإذا ما كان الدر في درة وحدها جميلة، الدرة ضمن سمط مظاهر وسمط طيلولوين وزبرجدي يكون أجمل. فإذا أنت إذا احتجت إلى الشعر إياك ثم إياك أن تكثر، لا سيما في الكتب العلمية، كتب لا يكاد يخلو منها كتاب، لكن بدقة وعناية. قلت كالزينة، وذكرنا مثال الزينة، زينة المرأة التي تحسن التزين، توهم الناظر أن هذا طبيعي، هو ليس طبيعي. لذلك كان المتنبي يفضل جمال البادية على جمال المدينة، وشبه نساء المدينة بالمعيز، وشبه نساء البادية بالآرام، الآرام يعني الغزلان، كل الشعراء يتغزلون بالغزلان، لكن لا يوجد شاعر واحد يتغزل بالمعيز، فيقول حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب، أين المعيز من الآرام ناظرة وحسن الناظرة، أين المعيز من الآرام ناظرة وغير ناظرة في الحسن والطيب. فالغزال يقول مثل هذه مثل جمال البادية، لماذا؟ لأنه لا يوجد ألوان على الطبيعة، وجمال هذا المعنى مطلوب طبعا، لأنه الأدب دائما يسوقنا يعني يقول إيش؟ وأعشق كحلاء المدامع خلقة لئلا ترى في عينها منة الكحل، وأعشق كحلاء المدامع خلقة لئلا ترى في عينها منة الكحل. فهذا الشيء الطبيعي البسيط الذي لا يكون فيه تكلف نحتاجه. قد ذكرت لكم يعني سابقا كلام الإمام صاحب بديع الزمان في السجع، طبعا هذا كله السجع من أساليب يعني يناسب الأسلوب هذا أو الشعر أو كذا، كلها قضايا محسنات. فيقول ماذا؟ سألوه ما أحسن السجع؟ فقال ما أطرب السمع. فقالوا مثل ماذا؟ قال مثل هذا. إذن هكذا إذا كنت تتكلم بهذه الطريقة يكون كلاما جميلا دون تكلف. الأسلوب يجب أن يكون برهانيا خاليا من القضايا الوعظية، خاليا من القضايا الخطابية، أبد الخطاب ابتعد عنه تماما. الشعر استخدمه كالزينة كما قلنا، وزينة أهل البادية وليس زينة أهل نعم طبعا على مذهب المتنبي. من حسنات البحث الجيد التي تبرز شخصيته المقارنات، أكثر منها فلان قال كذا قال كذا. أنت الآن تريد أن تكتب في موضوع مثلا الإجماع، وهناك شبهة لبعض المتسلقين في هذا الزمان، وجد الإجماع يعني عقبة أمام شهواته التي يسميها اجتهادا، عنده شهوات نفس ورعونات، ربما يريد أن يدخل حقوق الإنسان
الأوروبية في الشريعة يحاول أن يدخلها، وهي طبعا لا يمكن أن تدخل، لا يمكن أن تدخل أبدا، في تنافر. كيف إباحة الشذوذ بأنواعه لأنه حرية شخصية في الشريعة، فيجد أحيانا أشياء بعض المتأسلمين يجد الإجماع عقب أمام الشهوات فيحاول إنكار الإجماع. أنت لن تريد أن تثبت أن الإجماع حجة، فأول قضية تأتي بها تقارن. عندي تعريفات عديدة للإجماع، فتأتي بالتعريف الأول، التعريف الثاني، التعريف الثالث، تأتي بنقل معين. الغزالي قال كذا، أنت تقارن بين الغزالي وبين ديكارت في قضية الشك مثلا، قال الغزالي كذا وقال ديكارت كذا، قد تجد عين الكلام فتقول هذا ما أخذ من هذا، أو على الأقل الأول مسبوق إليه، الأول مسبوق، الأول سابق، الثاني مسبوق، أو ربما تجد اختلافا في الفهم بين السيد والسعد اختلاف، ولذلك العلماء جعلوهما يعني مثالا، السيد الجرجاني والسعد التفتزاني كلاهما محشي، ولكن من المحشي من الطراز الأول، هذا منهج في الفهم والثاني منهج مختلف في الفهم. فأنت إذا أتيت بالمنهج الأول ثم جعلت بجانب المنهج الثاني وقارنت بين هذا وهذا، هذا يحسب جدا في ميزان أعمالك، وهذا من صفات البحث المتقن الذي يكون فيه مقارنات ومقارنات وحسن استثمار هذه المقارنة. هناك عنونة أصلية وعنونة فرعية. العنونات جيدة وأكثر من العنونات، لكن بدون إفراط أو تفريط، لا يكون هكذا كثرة كثيرة بحيث تشتت الذهن. يعني حقيقة من الأشياء تجعلني أكره البلاغ عند المتأخرين، أنا أكره البلاغ عند المتأخرين وأحبه عند المتقدمين. لماذا أكره عند المتأخرين؟ كثرة الاصطلاحات، ما في كلمتين إلا فيها اصطلاح، شيء دوخة متعب جدا. عد إلى السابقين لا تجد هذا، المتأخرون هذا آخر كتاب اللي هو تبع الجارم والجماعة هؤلاء، كتاب جيد لكن كثير اصطلاحات، كل مسألة اصطلاح اصطلاح اصطلاح، يعني تتعب من حفظ هذه الاصطلاحات الكثيرة. فالعنوانات جيدة، الإكثار منها ليس جيدا لكن مطلوبة. يعني أقرأ 20 صفحة بدون عنوان هذا شيء متعب، حتى لو عنونت عنوان جزئية مطلوب هذا. حتى يعني ذكروا في فوائد تقسيم القرآن إلى آيات وسور هذا، وقلنا كل أخذنا من القرآن بشكل مباشر. الحقيقة القرآن هذا كان صدمة للبشرية، صدمة كبيرة جدا، الناس كله ما قد الدنيا تغيرت بشكل مباشر أو غير مباشر. حتى هؤلاء الكفر الملاحدة هؤلاء تعلموا قيما بلا شعور، وهم لا يشعرون من القرآن الكريم، تعلموا أشياء كثيرة جدا من القرآن. القوانين العدالة لا تزر وازرة وزر أخرى، نحن نعرف تاريخهم. عد إلى هؤلاء النصارى مثلا، النصارى دينهم مبني على الخطيئة. ما هي الخطيئة؟ ميراث الخطيئة. ما هي الخطيئة؟ أنه يعني آدم عصى، فجاء عيسى تركه ربه وأبوه، ليس ربه وأبوه عنده، ليصلب، ها، ليكفر عن ذنب آدم. هذه القصة عند كل مسلم خرافة، والآن في العقلية الأوروبية هي خرافة، خرافة لا يقبلونها. القرآن نقضها، قال ألا تزر وازرة وزر أخرى. كيف عيسى البريء يقتل مكان آدم المسيء؟ هذا مرفوض عندنا، فهم يتوارثون الخطيئة شيئا فشيئا. الإسلام يعطي هذا أن الخطيئة فردية لا تعم. زنت امرأة أبوها لا علاقة له بالموضوع، أخوها لا علاقة، هذا الإسلام ليس الناس، الناس جاهلية. زنت هي مؤاخذة عند الله سبحانه وتعالى، تعاقب، أبوها لا ذنب له بهذا الأمر الذي حصل ولا أخوها. هذه كلها من التصورات الجاهلية. فهذا شخصية القوانين وهذه الأشياء كلها أخذوها من القرآن. فالقرآن الكريم مثلا في هذه القضية، لماذا لم يكن هكذا من أول إلى آخر كتابا هكذا؟ سرد، لا يكون فواصل، لا يكون آيات، لا يكون ممكن يكون هذا، لا يكون هناك سور. فقالوا لا، لها فوائد من فائدتها مثل السائر أن تسافر من إسطنبول، من أرزروم إلى إسطنبول،
كل ما تقطع تجد إشارة أحيانا خاصة في الصحارى، هم لا يوجد صحارى الحمد لله، مدينة ما شاء الله مباركة، دولة مباركة. في البلاد الكبيرة مثل مصر والحجاز وكذا تجد صحارى لا تجد قرية، قرية لا يوجد. تمشي 100 كيلو في زيارة سيدنا الشيخ أبو الحسن الشاذلي، أحيانا نمر 200 كيلو مسر لا نجد قرية ولا شيء. وجود قرية يؤنسك أن وجود فاصل، أن قطعت شوطا. فماذا يفعلون من أجل هذا حتى يروح يقتلوا 100 كيلو متر، رأيتوها 90 كيلو متر. فصار الناس يترجموا في مصر، يترجمونها عند الكيلو 100، يعني 100 كيلو صارت كأنها هذا فاصل، هذا يريح. وأنا أخذنا هذا العنوان، العنوان يفيدك. هذا أخي يريد أن يقف عند قضية حتى يرتاح، ثم يتابع بعد ذلك، تجعله هكذا بخط مستقيم بدون عنونة، متحب جدا هذا. فالعناوين العنوانات ليس عناوين، عنوانات فرعية مطلوبة. لكن دون أن تكثر من هذه الكثرة تفسد الأمر. كذلك عليك أن تبتعد عن التقليد ما استطعت إلى ذلك السبيل. لا نعلم التقليد، تقليد الأئمة المتبوعين، هذا واجب عندنا الشرعي، إما أن تكون مفتياً أو تكون مستفتياً. لا، نقصد بالتقليد يعني هناك أسلوب لكاتب سابق لك تأتي أنت تتبعه. وإخواننا هؤلاء أحياناً رأيتم في الإجازة هناك يأتون بمحاجات مقدمات منمقة مأخوذة من كتب، كلها سجع وكلها أشياء جناس وكلها طباخ مأخوذة من كتب سابقة. يعني يفضل أن يترك الإنسان على السجية، يعني إذا كان عند الإنسان كل إنسان يكتب بأسلوبه، لا تأخذ أساليب سابقة، انسج على منوال قوم آخرين إذا كان لا بأس، لكن بحيث لكن لابد أن يكون لك تميز، لك شخصية. مقلد هذا صوته جميل يقلد عبد الباسط عبد الصمد، طب متى يكون هذا؟ متى كان يكون قارئا معروفا هذا؟ سيكون نسخة عن عبد الباسط، لا نريد نسخ، نريد صورة أصلية. لذلك القارئ الجيد لا يقلد غيره، يسمع ويطلب لكن لا يقلد. كذلك الكاتب لا تقلد أحدا، في أحيانا أشياء تصل إليك بدون قصد ليس مشكلة، لكن التقليد ابتعد عنه قدر المستطاع، لأن هذا سيظهر مباشرة، خاصة الكتاب المشهورين معروف أساليبهم. سيقرأ الإنسان والله كان يقرأ لفلان، يعني أنت تقلد فلان. أخيرا يجب عليك أن تراقب الله تعالى ولتعلم أن ما تكتب سيبقى في ورق وستكون مسؤولا عنه يوم القيامة. مالك رحمه الله دائما نتمثل بها، حينما قال له يا مالك كثرة الموطات، قال سيبقي الدهر ما كان خالصا لله. اكتب وأنت تراقب الله تعالى، لا لجاه لا لمنصب لا لمال، اكتب ليرضى الله عنك، ولتعلم أنك في كتابتك مستهدف. قالوا من ألف فقد استهدف، يعني جعل نفسه هدفا، عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي. لذلك عليك أن تكون حذرا وأن تكون يقظا، وإياك من نقص القادرين على التمام، فلم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. عبارة مسألة بحث يحتاج إلى زيادة عناية، لا تلقيه هكذا مبتسرا، راقب الله أولا وأيضا ثم انتبه للناس. الناس من صفتهم الحسد، من الأقران فضلا عن الخصوم، الأقران يحسدونك. و ايش يقول ابن الوردي؟ يقول ان نصف الناس اعداء لمن ولي الحكم هذا ان عدل، ان نصف الناس اعداء لمن ولي الحكم هذا ان عدل. اذا عدل نصف الناس اعداء له، كذلك انت في عدلك في بحثك في كتابتك نصف الناس اعداء لك، هذا في حال عدلك، فكيف في حال ظلمك؟ فلا تظلم، أنت مسؤول عن هذا، تتكلم يعني أشياء غريبة، تداري الناس في الكتابة
هذه الكلمة إذا أثبتناها سيغضب أهل الجماعة الفلانية وهم من الجماعات التي تدفع بالريال. إذا ما كتبنا العبارة الفلانية فستغضب الجماعة التي تدفع بالأخضر. لا اسمه ريال أيضا. دولار. لا الإيراني اسمه أيضا ريال تبعه. ريال إيراني. بين الريال السعودي وبين الريال الإيراني ضاع العلم. لا راقب الله تعالى وارتاح من هذا الأمر. لا تراقب هؤلاء ولا تراقب هؤلاء. فإن رزقك ليس لا عندها عند هؤلاء وليس عند هؤلاء. عجيب كتاب كبار رأيناهم لا يمكن له ولو من طرف خفي أن يعرض بمبتدع من أهل المال، ونعلم مواقفهم غير هذا، لكن غير مسجل. إذا رأى مسجل، إذا رأى التصوير مباشرة اعتدل في كلامه. لا ترقب الله تعالى، الله هو الغني ونحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى. فراقب الله واعلم أنك صرت هدفا مستهدفا من كل رام. لكن إذا أتقنت عملك وراقبت الله تعالى تكون كما قال أبو العلاء اليوم كثرنا من الشعر الماضي، كنا نصحنا حذرنا من الإكثار منه في الكتابة لكن لم أكثر منه. كما قال أبو العلاء: إذا أنت أعطيت السعادة لم تبل وإن نظرت شزرا إليك القبائل. إذا أنت أعطيت السعادة لم تبل، لا يصيبك شيء، ولو نظرت شزرا إليك القبائل. لو نظر الناس شزرا إليك لا يضرك نظرهم. اعمل الصحيح، ما تراه صحيحا، ما تراه حقا افعله، ولا تراقب إلا الله جل جلاله. واعلم أنك إن فعلت هذا لن يضيعك الله، لأنك راقبته وداريت جانبه. فهل يتركك؟ هذه خلاصة النصائح التي والقضايا التي يجب أن نراعيها في الكتابة. بعد ذلك إن شاء الله سنتكلم عن طريقة يعني الكتابة بشكل يعني عملي منهجي، يعني كيف مثلا تقتبس، كيف ترقم، كيف كذا، هذه الأشياء إن شاء الله في الدرس القادم. وما عنده سؤال يتفضل قبل أن ننتهي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.